واحنا بنتكلم كنا بنتكلم من شويه عن الاعارات، قلنا الاعارات زمايلكم اللي في الدوري الداخلي هنا، عمار واحمد حمدي وعبد المنعم وشكري ولاعيبه كبيره، برضو في ثلاث لعيبه اعاره خارجيه خلال الفتره اللي جايه، ميدو حسام وبيسو محمد عبد حسام ومصطفى فوز، ثلاثه برضو يعني هتكون تجربه مهمه. معانا على التليفون دلوقتي واحد من لاعبي النادي الاهلي المعارين الى الدوري التشيكي، محمد احمد بيسو، تحياتي ليك يا محمد. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ قول لي. الحمد لله كله تمام، حضرتك عامل ايه؟ استعدت للسفر ولا ايه؟ قول لي. اهو بقى استعدت اهو دلوقتي. مسافر امتى ان شاء الله؟ المفروض مبدئيا يعني يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. لما يبقى في جديد بقى. انتوا خلاص يا بيسو، انتوا الثلاثه، ميدو حسام ومحمد احمد بيسو ومصطفى فوزي، صح كده؟ ان شاء الله. فهد جمعه تعثرت المفاوضات شويه. ايوه بالظبط كده. قول لي بقى، شايف التجربه دي ازاي؟ الاول بس بسلم على زمايلي نصير وعبد الرحمن اشرف. سامعينا بقى. يعني ربنا يكرمكم يا رب، انت اكتر من اخواتي وبتاع، له كل خير والله يعني. ايوه بيسو، اتفضل يا كابتن. شايف التجربه ازاي يا كابتن بيسو؟ انا شايفها طبعا يعني حاجه جديده على النادي كله، حاجه جديده على مصر كلها. يعني ان النادي الاهلي يطلع يعني لعيبه لاوروبا دي حاجه جديده علينا كلنا. بس انا شايفها يعني سلاح ذو حدين، لان دي مسؤوليه وعبء علينا طبعا، لان النادي كده متوسم فينا خير، وان احنا لازم النادي بيجهزنا بمعنى اصح، لازم نرجع نبقى على قد المسؤوليه، نبقى على الاقل فارقين يعني. نبقى طلعنا بشكل وراجعين بشكل، لان النادي برده ما عملش الموضوع ده على الفاضي، لا هو عامل الموضوع ده عشان يلاقي نتيجه، نتيجه ان احنا نطلع اعاره، نرجع نبقى جاهزين على الاقل، يلاقي لعيبه جاهزه، يلاقي لعيبه فكرها نضب، يلاقي لعيبه مستواها اختلف، اتطورت بقى من الناحيه البدنيه، من الناحيه حتى التفكير نفسه لازم يبقى يكون مختلف. خلي بالكم انتوا اللي هتفتحوا الباب بقى لزمايلكم القادمين في قطاع الناشئين ان شاء الله للخطوه بالزبط. المهمه دي يا بيسو. بالظبط. وبعدين برضه احنا هنبقى ما بنمثلش النادي الاهلي بس، احنا بنمثل مصر زي برضه ما احمد عبد القادر زميلنا راح هناك، هو برضه اكيد سايب لنا سمعه كويسه، وهناك بقى هو يعني برضه هيسهل علينا الموضوع شويه. اكيد. النادي اسمه زيسكوف صح كده؟ اسمه فيكتوريا زيسكوف. طيب دلوقتي جمعتوا معلومات عن النادي ولا ايه الاخبار؟ احنا متابعين النادي، وبيبقى ساعات مثلا النادي الفتره اللي فاتت عامل ماتشات وديه، بعت لنا لينك بتاع الماتشات، بنخش نتفرج، بنحاول كل واحد يشوف مكانه في بيلعب ايه، يخلي باله مثلا ده يركز على ايه، علشان برضو الفروق دي اللي احنا نلعب عليها، وخصوصا ان احنا برضو هنبقى رايحين يعني هم بادئين بدري شويه عندنا بسبب بقى الفيزا والحاجات دي، فاحنا هنروح نبقى متاخرين عنهم شويه، فبنحاول نجمع معلومات عشان نسهل الدنيا على نفسنا. في تواصل مع الكابتن امير توفيق؟ طبعا احنا يعني كابتن امير كل يوم بيكلمنا، عملتوا ايه؟ وصلتوا لايه؟ في حاجه ناقصه اعملها لكم؟ طب محتاجين حاجه؟ كل شويه يعني هو بيخلص لنا الحاجه في اسرع وقت ممكن يعني. واحنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله بيسو، ان شاء الله انت من الخامات المميزه، وان شاء الله تنجح في الخطوه دي وترجع تاني مره اخرى بيتك النادي الاهلي ان شاء الله. هو ده هدفنا الفتره الجايه انا وزمايلي اللي مسافرين، ان احنا نرجع للنادي الاهلي تاني بشكل مختلف وبشكل يليق بالنادي يعني. ان شاء الله كل التوفيق للاعبنا محمد احمد بيسو في الخطوه الاحترافيه ان شاء الله في الدوري التشيكي.